متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. يا من هو ربنا وليس لنا ربا سواه، يا من هو خالقنا وليس لنا خالقا سواه، يا من هو رازقنا ولا نعبد مرزوقا سواه، يا رب لا يلتجئ الفقير إلا للغني، ولا يلتجئ الدليل إلا للعزيز، ولا يلتجئ المملوك إلا للملك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم يا صالح الأحوال أصلح حالنا إلى أحسن حال، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم أكرمنا يا كريم، يا ربي أنت الطبيب، يا ربي أنت الولي وأنت الحبيب، يا ربي من لنا رب سواك ندعوه، يا ربي اجعل رجاءنا فيك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك يا رب العالمين، اللهم علق قلوبنا بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد ونعوذ بك من الضلال والفساد، ونسألك رضاك الجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أعط السائلين ما سألوا والطالبين ما طلبوا والراغبين ما رغبوا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين في شهر رمضان، اللهم اكتبنا في صحيفة رمضانيون، اللهم اجعلنا من عتقاء في هذا الشهر العظيم، اللهم اجعلنا من المرحومين في هذه العشر الأوائل يا رحمن يا رحيم، ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واجعلنا مع سيد الأنام في عرصات القيامة، يوم لا تنفع الندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم سلم قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، أعيننا من الخيانة، إنك تعلم سائر الأعين وما يخفي الصدور، هذا الجهد وعليك التكلان، هذا الجهد وعليك التكلان، هذا الدعاء ومنك الإجابة، مفتقرين مفتقرين بين يدي ربنا واقفين، مفتقرين صاغرين حاقرين بينك يا كريم واقفين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إن المساكين في الباب، يا من ليس على بابه بواب، يا رب الضعفاء في الباب، يا رب المقصرين في الباب، يا رب المذنبين في الباب، يا من ليس على بابه بواب،
يا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي تتنزل بها النقم، ونعوذ بك من الذنوب التي ترفع بها النعم، ونعوذ بك من الذنوب التي تنزل بها البلاء وتحبس الدعاء وتقطع الرجاء. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شابات المسلمين، اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم وفق أمة الإسلام والمسلمين إلى كل خير، وأبعد أمة الإسلام والمسلمين عن كل شر. اللهم ردها إلى دينها ردا جميلا حتى تستريح أحوال العباد والبلاد. اللهم اهد أمة محمد، اللهم وفق أمة محمد، اللهم تب على أمة محمد، اللهم اصلح حال أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم وفق إخواننا الغائبين والحاضرين، اللهم شافيهم يا رب العالمين، اللهم تول أمرهم يا رب العالمين. يا رب كل ما يسألون الدعاء يا الله، يسر أمره واشرح صدره واختم بالباقيات الصالحات أعماله يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورد نفسك وزينة عرشك، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.